سبب الاحتفال اليوم هو مسك ختام الأسبوع الوطني للتعاون المدرسي، والذي يصادف هذا العام هذه الجائحة التي فرضت علينا طبيعة الأنشطة التي قام بها التلاميذ على مدة أسبوع كامل، أي منذ 28 نوفمبر إلى اليوم الذي هو رابع دجنبير وهو اليوم الاختتامي. هذا الموضوع الذي أخذه التلاميذ واشتغلوا عليه سواء في ورشات الرسم أو الأعمال اليدوية الفنية أو ورشات الطبخ أو ورشات الأعمال المعلوماتية، فكله هو عبارة عن تحسيس للمتعاون الصغير والمتعاون الكبير للوقاية من الأمراض ولتنشيط الحياة المدرسية من خلال اشتغال نادي الصحة المدرسية الذي أخذ على عاتقه هذا الموسم الدفاع عن المدرسة العمومية، وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي. الاحتفال اليوم هو داخل ضمن الحياة المدرسية، كتحدد موجهات وزارية أنه جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية كتشتغل في أسبوع التعاونيات الوطنية التعاونيات المدرسية. هذه التعاونيات المدرسية قطب الراحة فيها هما التلميذات والتلاميذ، كنخرجوهم من داك الفصل لكي ياخذوا فيه المعارف والتعلمات لواحد الفضاء اخر، فضاء اكبر اللي هو المجتمع المدرسي، باش يمكن انه يصقل مهاراته الحياتيه. واليوم كيما كتشوفوا بان كان الموضوع ديالو هو كل ما هو وقائي واحترازي في ظل جائحه كوفيد، والوليدات كيف ما تشوفوا معنا مختلف الاعمار ديالهم من 6 سنوات من التعليم الاولي في هذه المؤسسه الى غايه السادس ابتدائي، كلهم يشتغلوا على محور واحد. من خلال هذا الأسبوع هذا اكتشفنا في أوساط التلاميذ مجموعة من المهارات، مجموعة من القدرات الحياتية، كيفاش تقيم مجموعة ديال الورشات، ورشة ديال الطبخ، كان ما هو فني، كان ما هو اجتماعي. اليوم كنأكدوا من هذه المؤسسة هذه بأن المؤسسة العمومية مؤسسة لا زالت بخير وتنشئ مجتمع الغد بواحد الوتيرة، واحد الدعامة اللي هي قوية إن شاء الله، وما يكون غير نشوفوا فيهم الخير لمجتمع المغرب الغد إن شاء الله.